تركيا الهاندلنج بتاعها، طريقة إدارتها للملف كانت تسريبات، ثم خرجت تصريحات رسمية، ثم خرجت تصريحات جنائية. ثم اليوم الرئيس أردوغان قال لك قولا واحدا قرار قتل خاشقجي صدر من أعلى سلطة. واستثنى من ذلك الملك سلمان. ألا تخشى أنه الاستثمار العالي ده والتصريح من أعلى سلطة وكلام مباشرة عن أعلى سلطة في السعودية، أعلى إكزيكتيف سلطة، سلطة تنفيذية في السعودية، قد يعني نقطة لا عودة في العلاقات؟ يعني يا غالب يا مغلوب. وهل تتحمل تركيا أو السعودية أو المنطقة صراعا آخر، هذه المرة سيكون مفتوحا على غير المرات السابقة كان مكتوما، ما بين السعودية وتركيا؟ لا أنا مش شايف ده، لأن أنا من تقريبا بعد مرور ما يقرب من أسبوع أو 10 أيام على إدارة الأزمة أنا انتقدت السياسة التركية في إدارة الأزمة، وقلت أن تركيا لديها كل المعلومات التفصيلية منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة. وبعد كده رجعت في كلامي؟ لا ما رجعتش في كلامي، وما زلت متحفظ على الإدارة. ولكن الإدارة التركية أنا يقينا منذ اليوم الأول وهي لديها كامل المعلومات التفصيلية عما تم أمرت عن كل ما وقع في هذه الجريمة، ولديها أيضا كامل المعلومات التفصيلية عمن تواصلوا أثناء إدارة الأزمة سواء محمد بن سلمان أو رجاله المقربين. ده طبعا من خلال قراءتك لنا، من خلال قراءة المشهد، لأن في النهاية أنت تتحدث عن تسجيلات، وهذه التسجيلات موجودة لدى الحكومة ولدى الدولة منذ اليوم الأول، ثم البدء بالكشف عن التسريبات بشكل جزئي يؤكد هذه الرؤية التحليلية. هذا جانب. الجانب الآخر، الإدارة التركية الآن للمشهد خلال الشهر الماضي لا تؤكد أن هناك نية تركية في التصعيد مع الدولة السعودية، ولكن التصعيد مع من ارتكب الجريمة، بدليل أنه في الخطاب الذي تم الإعلان عنه وتم حشد كل وسائل الإعلام عنه للرئيس التركي رجب أردوغان في أمام حزبه، كان الجميع ينتظر أنه سينفجر أو سيفجر عدد من القنابل في مواجهة الملك وفي مواجهة ابنه. ماذا لم يفعل؟ لأن حرصا على المملكة العربية السعودية وحرصا على بقاء الدولة مستقرة. بسبب التدخلات؟ لا أعتقد ذلك، لأنه لو تدخلت الدنيا كلها تأهبت والمصلحة مضيعة أنواره، ثم فجأة أطفئت الأنوار وأنه لدينا تفاصيل مش هنتكلم عنها. لا أعتقد ذلك، لأن الأمر كان يمنح فرصة للسعوديين. لا هي الأمر كي يعيد الأمر، لا الفكرة مش منح فرصة بقدر ما هي حرص على أن المملكة العربية السعودية يكون لها دور كبير في الخروج من هذه الأزمة، أو أن سلمان يكون له، الملك سلمان يكون له دور في الخروج بأقل الخسائر من هذه الأزمة. ولا ننسى أن أردوغان عندما يتحدث في هذا المكان اللي هو أمام حزبه هو يتحدث كأعلى سلطة سياسية في الدولة، وهو يريد في خطابه أن، وأنا كنت متوقع هذا، يعني لم أكن متوقعا أنه سيأتي ويوجه الاتهام بشكل مباشر إلى محمد بن سلمان وأنه سيأمر مؤسساته القضائية والعدلية والخارجية وغير ذلك، لم يكن هذا وردا بالنسبة لي كوجهة نظر شخصية، ولكن هو أعطى مجال أن يكون هناك خطوط مفتوحة على مستوى قضائي وعلى مستوى عدلي بين الدولة التركية وبين الحكومة في المملكة العربية السعودية لتسوية الأزمة. ولكن للأسف الشديد الرهان جاء خسرا، لأن زيارة المدعي العام السعودي إلى تركيا جاءت صفرية، لأن الرجل لم يقدم شيئا، الرجل جاء من أجل التسوق ومن أجل قضاء وقت طيب، وجاء لمجرد استكمال المشهد من وجهة نظره ولم يقدم الجديد، فكان التصعيد السياسي الآن في خطفي المقال الذي كتبه أردوغان في واشنطن بوست، وبالتالي هذا التصعيد السياسي تزامن أو جاء مرتبطا أو متوازيا مع الفشل السعودي في إدارة الأزمة، لأن محمد بن سلمان للأسف الشديد بدلا من أن يتعاطى بفاعلية مع الأزمة ومع تطوراتها ومع الجريمة التي ارتكبها، يحاول أن يراهن على مجموعة من الأوراق الخارجية وليس الداخلية، لأنه داخليا لا عصف بكل الأوراق القوة التي كان يمكن أن يعتمد عليه، سواء رجال الدين، سواء الإعلام، سواء رجال الأعمال، سواء شبكات الإعلامية، حتى المقربين منه داخل الأسرة الحاكمة عصف بهم قبل هذه الأزمة، ولكنه الآن يراهن في هذه المرحلة على حملات العلاقات العامة التي يمكن أن يديرها محمد بن زايد من الخلف، دور اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، دور المؤسسات اليمينية المتطرفة التي يحركها الكيان الصهيوني، وأعتقد أن زيارة الطوائف المسيحية الإنجيلية اليوم لمحمد بن سلمان في السعودية هي أحد مظاهر هذه الحركة، وأيضا يراهن على
بنيامين نتنياهو، وما جاء على لساني من تصريحات تؤكد هذه الرباعية وحتى السيسي أيضا، هذه الخماسية التي تتحرك دفاعا عن محمد بن سلمان. طيب. سواء داخل الولايات المتحدة أو على صعيد الدول الأوروبية. فأنت حضرتك بتقول أنه والله أنه الضغط الذي يمارسه الرئيس أردوغان ليس ضغطا على السعودية، ضغطا على السلطة الحاكمة. أنت بتتكلم أنه بيضغط على الملك سلمان، بس واضح أن الملك سلمان أوت أوف أوردر، مش موجود في السوق. نعم.